السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنرسم حائط في قلب برنامج الريفت 2025 بنلاقي فيه اختيارين ما كانوش موجودين قبل كده، اللي هو اوتو جوين واوتو جوين اند لوك. طيب خليني ارسم من غيرهم خالص اهو. هبدأ ارسم واقول له ان انا عايز ارسم مش بالسنتر، انا عايز ارسم مثلا من الفينش، وابدأ ارسم الحائط دوت. هنلاحظ ان الحائط ده ملوش علاقة بالحائط الاولاني، تمام، ولا عمل فتحات للباب، مفيش اي فتحات حصلت. طيب خلينا استخدم اوتو جوين وابدا ان انا ارسم حائط تاني بنفس الطريقه ونفس كل حاجه، مفيش حاجه اتغيرت غير الاوتو جوين. هلاقي ان هو فعلا عمل الاوتو جوين اهوت، تمام، خلينا انزلها لكم، والباب اتعمل فيه الفتحه بالشكل دوت، كان في حائط جديد اتعمل. فالحائط دوت اصبح في نفس الاوبننج ونفس كل حاجه، فده طبعا سهل عليا. طيب خلينا نتخيل ان في باب تاني او باب تالت، واقول له ان انا عايز ارسم حائط، لكن المره دي هستخدم بقى اوتو جوين اند لوك. يعني ايه؟ يعني اعمل لي جوين مع الحائط وفي نفس الوقت لوك، اقفله لي. طيب ايه الفرق بين ده وبين اللي فات؟ لو انا جيت كده وحركت الحائط لفوق، ده ما بيتحركش، اللي بيتحرك بس ده، تمام، فهو كده قفل وفي نفس الوقت عمل لوك بين الاثنين. خلي بالك ان ده لو عملت له لوك هيبقى نفس الامر ده، وده لو عملت له جوين هيبقى نفس الامر دوت. فهو الفكره بس ان هو وفر لي خطوتين ممكن ان انا اعملهم يدوي، لكن انا الصراحه شايف ان هو اختيار كويس هيسهل علينا في الشغل بتاعنا.